بكم الترحاب الحار في هذا الموكب المهيب. تنعقد الدورة 34 لمجلس وزراء داخلية العرب في ظل وضع دولي وإقليمي متوتر يتسم بتزايد وتيرة التهديدات واستفحال الأزمات في عدد من دول المنطقة، وهو ما خلق بيئة ملائمة لتنامي الجريمة المنظمة وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتضاف إلى مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية. إن العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس لم تزدنا إلا إصراراً على محاربة آفة الإرهاب والقضاء عليها بالاعتماد على وعي شعبنا وتماسكه والجاهزية العالية لوحداتنا الأمنية والعسكرية، وبفضل تكثيف التعاون في هذا المجال مع الدول الشقيقة والصديقة. الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب: إن أمننا العربي في واقعه بكل وضوح وبكل صراحة محاط بتهديدات خطيرة جدا، تهديدات داخلية وتهديدات خارجية تنامت وتيرتها بشكل متزايد وتباينت مظاهرها بما لم نعهده سابقا. كل ذلك أيها الإخوة يحدث في ظل متغيرات وأحداث إقليمية وعالمية عديدة لا شك أنكم تعلمونها وتدركون أبعادها وتعرفون أسبابها، وقد باتت تهدد أمن دولنا وشعوبنا العربية، مما يستدعي منا تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الأمني بين دولنا لما فيه تحقيق أقصى درجات دحض وهزيمة شياطين الأرض من الإرهابيين وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الظروف الأمنية المحيطة بالمنطقة والمخاطر المحدقة بها تضع أعباء هائلة على كاهل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في الدول العربية، ولا شك أن أحداث السنوات الست الماضية قد ضاعفت من التهديدات، بل وحملت لمجتمعاتنا أنواعاً جديدة من المخاطر. فالجماعات الإرهابية تمكنت من استغلال حالة السيولة السياسية التي مر بها الإقليم لتوجيه ضربات عنيفة وغير مسبوقة في مداها وشدتها، فوجدنا الحدود تقتحم والمدن تسقط فريسة للعصابات الإجرامية، والأراضي يجري السيطرة عليها وتنزع عنها أعلام الدول لترتفع مكانها رايات الخراب السوداء في سابقة لم نشهد لها مثيلا في تاريخنا الحديث. ليس ذلك فحسب، بل أن ظواهر الإرهاب والعنف تدخلت مع الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والتجارة غير المشروعة في الآثار وغيرها من أشكال الخروج على القانون، وبحيث تكونت شبكات خطيرة ومعقدة تمزج بين عالمي الإرهاب والإجرام. إن القضاء على الإرهاب والتطرف هو معركة عصرنا، وهي معركة طويلة مضنية وتحد نحن له أهل بإذن الله. إن استقرار الأوضاع الأمنية في البلدان العربية لا يتحقق فقط بمجابهة الإرهاب والفكر المتطرف، فالإرهاب هو نوع خاص وخطير من الإجرام، وهو يتغذى على الجريمة بكل فروعها. ومن الأهمية أن تتواصل الجهود في مجال مكافحة انتشار الجريمة، خاصة المنظمة منها والعابرة للحدود، وهو ما يتطلب تنسيقاً وتعاوناً غير مسبوق بين الدول العربية بالنظر إلى تعقد أوجه النشاط الإجرامي في عالم اليوم، اعتماداً على تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة التي أصبحت للأسف توظف مثلما قلت لخدمة الإجرام بصورة لم نعهدها من قبل. ويهمني أن أشير في هذا الخصوص إلى أهمية البند المتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة العربية والسبل الكفيلة بمعالجتها، كما أؤكد على أن السبيل الأنجع لمواجهة النشاط الإرهابي والإجرامي بكل صوره وأشكاله هو مضاعفة التنسيق العربي، خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية واستخلاص الدروس وتعميمها على كافة الأجهزة الأمنية تحقيقاً للنفع العام وتلافياً لتكرار الأخطاء.
نفذ المؤامرات والمواقف المتلاسعة في التوقيت. أصحاب الصحوة لا يمكن أن يغيب عنه بحال حكم المؤامرة الخاصة حاضرة وراعية للإرهاب وأفلت بلد. Thank you.